عمرو الكابتن نتكلم في نقطة مهمة جدا، وهو التجانس ما بين اللاعبين الجدد. يعني في لعيبة أول مرة تخش طبعا صفوف النادي الأهلي زي رضا سليم وزي إمام عاشور، في لعيبة بقى لها فترة طويلة نتيجة للإعارة زي كريم نيدفيت وصلاح محسن، بجانب بعض اللعيبة من قطاع الناشئين المتواجدين. المجموعة دي اشتغلت خلال 9 أيام بشكل أكتر من رائع. انت شايف برضو أهمية المعسكر ده ايه من وجهة نظرك، سواء على النواحي البدنية او على النواحي الفنية اللي اشتغل بيها كولر في المعسكر ده؟ لو انت يا كابتن هاني فاكر قبل ما حضرتك تسافر قلت لحضرتك كل اللعيبة هتقدم اوراق اعتماد جديدة لمارسيل كولر، وهو هيقول للكرة المصرية في جديدة عندي، عشان الفترة اللي فاتت انا ما اشتغلتش غير اليوم الطويل، اول مرة يحصل بيا تجمع واقعد فترة معينة او فترة اعداد معينة تواجدت في النمسا. اللعيبة اللي جاية هو شاف كويس قوي من وجهه نظره كمدير فني بالنسبه لصلاح محسن، بالنسبه لكريم نيدفيت، وظهروا بالمستوى اللي هو رسمه لهم في وجودهم داخل صف النادي الاهلي. اما امام عاشور ورضا سليم كانت الرهان بالنسبه لي ان هم هيظهروا بالمستوى اللي يليق بيهم لثقه الراجل، العامل النفسي والانسجام اللي الراجل بيعمله ما بيحسكش ان هو غريب. الراجل لما اشتغل يا كابتن هاني بالخطه قصيره المدى اللي هو اشتغل بيها اول لما جه، اشتغل لفتره بسيطه جدا وبعد كده قام عاملها لطويله المدى، قلب الفكره لطويله المدى المشروع بتاعه وجدد للنادي الاهلي سنتين مع السنه المتبقيه يبقى 3 سنين وفي سنه يبقوا الرابعه. اما جه اشتغل طور من اداء النادي الاهلي في حته نص الملعب، المكان اللي هو بيجيد فيه. كان حمدي فتحي قبل ما يمشي ويحترف، مروان عطيه، وشفنا الو ديانج، وشفنا حسين الشحات وعبد القادر، والروح التنافسيه ما بين تاو وما بين طاهر. فجاه جاب جزء كبير كارلوس برينجير ان هو يشتغل في الحته الهجوميه وتطوير اللاعب الناشئ اللي موجود في المعسكر، عشان ما يبقاش بالنسبه له خوف وهو داخل على الدرجه الاولى، يبقى هو متعايش مع ده ومتجانس مع الدور ده. مهم جدا طبعا، دور مهم برضو ان يكون عندك حد بيشتغل النواحي الفرديه، انت عندك بتدي جرعه واحده، لكن ممكن جدا في نواحي خططيه معينه للعيب معين بيبقى في عين واضحه، وجوده مهم جدا في خلال المعسكر بالذات، لان طبعا الفترات اللي جايه هيكون فيها ماتشات كتير، ولكن الفتره دي كان مهم يكون موجود هذا العنصر الجديد في جهاز النادي الاهلي. يمكن يا كابتن قلنا لحضرتك في الفتره اللي هو طور فيها خط ظهره اللي هو جامبريلي، طور اداء خط ظهر النادي الاهلي، وكان قبليه ميشيل يانكون في بالنسبه لحراسه المرمى، صحيح، وكولر في نص الملعب، بقى فيه برينجير دلوقتي في الحته الهجوميه مع الوضع في الاعتبار. ودي اهم نقطه بقى حضرتك قبل ما تسافر برضو كلمنا على زعلوق، الراجل ابتدى يحط الولد في الصوره، حته الرهبه ان انا مولود 2004 ولا 2005 وببقى مع الدرجه الاولى وفي اسماء كبيره، ما فيش حاجه في الكوره اسمها كده، خلاص حاجه انك خلاص بتادي 16 و17 خلاص بقى، خلاص انت تلعب درجه اولى من بدري. هو عمل ده، الانسجام بقى الجزء اللي ناقص كولر عشان تكتمل الصوره، جابه معاه اللي هو المدرب الخاص بتطوير الحته الهجوميه. زعلوك طبعا لعيب كويس كمان، بالظبط، يبقى انت عملت حاجه، عندي لعيب كويس العين اللي اختارته عشان موجود في ناشئين النادي الاهلي، وتطور مدير فني عايز يطور الحته بتاعه الناشئين ويشيل رهبه وجوده مع الدرجه الاولى، كل ده تواجد، والراجل ما اداش للموضوع اكبر من حجمه يا كابتن هاني، ان انا هجيب فرود المهاجم موجود ولا مش موجود، الراجل مركز في المعسكر، واما بيسالوه انت بتفكر في المعسكر ايه؟ قال لك افكر جزء واحد الانسجام والتجانس بين اللعيبه والجدد الوافدين دخولهم مع النادي الاهلي في الفتره بتاعه المعسكر في النمسا، ثم مباراه اتحاد العاصمه. ما تكلمنيش على القرعه، القرعه مجرد رؤيه وسمع، انا فين من الجدول او فين من المجموعه اللي هلعب مع اتحاد جده ولا هلعب مع اوكلاند سيتي ايا كان المسمى، خليني بفكر في ملف ملف، نجاح المعسكر، انسجام اللعيبه الجدد، وجودي، اما اجي مصر العب مباراه اتحاد العاصمه اللي هي مباراه من مشهد واحد، تحقيق بطولة هتتحسب لكولر، البطولة رقم 6 مع تحقيق ال6 بطولات اللي فاتوا كان ناقصهم كأس العالم للأندية، هيضم ليهم مباراة اتحاد العاصمة بتاعت السوبر.